السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين واحسن حال. الفيديو ان شاء الله يعجبكم النهارده، جاي لكم فيديو جديد وحاجه سهله جدا. انا جاي لكم ان شاء الله اعمل لكم ريفيو على المنتج دوت، والمنتج دوت عن تجربه وعن استخدام بصراحه جميل جدا. بس قبل ما ادخل في الفيديو، عايزه لايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس، واي حد جديد يفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله، وكومنت صغير لو الفيديو عجبكم. وانا قناتي اسمها دعاء فرغلي، وعايزه بقى ايه تشوفوا، تخشوا كده تشوفوا محتوى القناه بيتكلم عن ايه، ويارب يكون الفيديو عجبكم. نخش بقى في الفيديو بتاعنا. ابدا ان شاء الله بالصابونه، الصابونه الجرسين باللافندر دي تحفه بجد، عن تجربه للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. ما انصحش البشره الجافه بيها. الصابونه دي جميله جدا، ومكوناتها عباره عن جرسلين نباتي وزيت خروع وزيت جوز الهند، يعني كلها حاجات طبيعيه مكوناتها ورايا. انا عن تجربه يا بنات جميله جدا، يعني انا استخدمتها وخلصت، ودي جديده لسه جايباها عشان اللي عندي خلصت زي ما انتوا شايفين اهي. بجد تحفه يا بنات، وريحتها جميله جدا، تحسي اصلا مهدئة للأعصاب ومنعشة، جميلة جدا. فأنا أنصح البنات تستخدم المنتج ده، جميل. هي من انتمان، صابونة جرسين باللافندر، في بالعسل، تبقى برضو جميلة، تحس اللي هي ناعمة البشرة، تشيل الخطوط في البشرة، تمام. هنستخدمها ازاي؟ هنعمل رغوة على ايدينا كده، هي تطلع رغاوي، وهنفضل ندعك في بشرتنا كده بالراحة، ده حركات دائرية. وبعد كده تغسلي بشرتك بالمية الدافية، وبعد كده بالمية الباردة، وبعد كده تمشي تلجية، فاهي زي ما انتوا شايفين. جميلة جدا يا بنات، ومش غالية، رخيصة مش غالية، ب38 جنيه. المنتج الزنك، الزنك لايف دوت جاي. الكريم دوت يا بنات ملطم للجلد، منطقة للبيبيهات. طبعا اي ام عارفة دوت بيستخدم لايه. البيبي بعد ما بيتغير له البامبس بتحط له دوت، هيكون مرطب للمكان بتاع البامبس. تاني حاجة يا بنات، هيستخدم للبنات العادية، بعيدا عن البيبيهات بقى، هيستخدم للبنات العادية. نستخدمه ايه اصلا؟ مكوناته قبل ما نستخدم ونقول مستخدماته، هقول لك المكونات بتاعته. اكسيد الزنك دوت اصلا المكون الاساسي بتاعه، وزيت الخروع وزيت يعني حاجات كلها طبيعيه. سهل جدا استخدامه، ومش غالي، ب 24 جنيه في اي صيدليه تجيبيه. ده من النوع المصري. النوع المستورد اسمه سيتي كروم، ده المستورد، ده كان دوت المصري، وجميل جدا عن تجربه يا بنات زي ما بقول لكم. استخداماته بقى لينا احنا، بنحطه البنات اللي بتخرج في الشمس، بيكون عندها كده اسمرار من الشمس، فاول لما تحطي منه هيشيل كل الاسمرار من الشمس. في بنات بتلبس الصندل بيبقى فيه اسمرار في الرجل بسبب الشمس، وبتبقى معلمه في الرجل. هتحطي من الكريم دوت تحفه بجد، عن تجربه. هنقول لكم تاني حاجه، بيستخدم كمان لوشن للجسم، مرطب للجسم ولوشن، بيخلي الجسم ناعم. تحس كمان ريحته جميلة. بصوا يا بنات اوريهولكو، في بنات قالولي ممكن نستخدمه حتة الواحدة اصلا، يعني هو بصي تحس اللي هو تقيل، بصي بيدي لمعة ازاي، مخلي البشرة طرية وناعمة. بصوا خلت البشرة دي تحس اللي هنا جافة وهنا ناعمة، ناعمة وبتلمع، لو انتوا شايفين اللمعة عاملة ازاي. وجميل جدا يا بنات، عن تجربة. زي ما احنا اتفقنا، احنا قلنا نستخدمه للبنات اللي بتخرج في الشمس وكده. ليه استخدامات تانية برضك؟ البنات اللي بيبقى عندها مثلا بتلبس جيبة، بيحصل احتكاك طبعا، فده هتحطيه بيخلي المناطق الحساسة ميكونش فيها غمقان، بناعم الجلد. طبعا البنات اللي بتلبس جيبة مثلا بيحصل احتكاك، البنات اللي مثلا تخينة مليانة شوية، ملاش تخينة مليانة شوية، بيحصل احتكاك، فالاحتكاك دوت بيخلي فيه اسمرار، فانت لما تحطي دوت هينعم الجلد خالص، وهيبقى رطب وناعم، مش هيحصل اي احتكاك ولا تسلخات يعني والكلام دوت، ولا احمرار. طبعا كمان في بنات قالت لي
ممكن نستخدمه بلايمر للبشرة؟ لا، عن تجربة ما ينفعش نستخدم بلايمر للبشرة، لأن هو تقيل على البشرة، لأن تقيل على وشك، يعني تقيل على البشرة. أنا بستخدمه يعني مزيل للعرق تحت الإبط، مثلا باخد شاور أنشف كويس وأحط تحت الإبط منه. في بنات بتعرق كتير، في يعني العرق ده مشكلة. المشكلة لا ليه بقى؟ في بنات الريحة مش بتبقى حلوة خالص. هو المنتج يعني عن تجربة يا بنات جميل. طبعا النتيجة بتاعته بتبقى يوم واحد، يعني الريحة مش بتقعد معاكي يومين، مثلا كل يوم هتحطي منه. لو البنات اللي جسمها بيفرز عرق هتحطي منه كل يوم، مش هتحطي مثلا مرة واحدة ولا تاني يوم، لا هتحطي كل يوم منه، يعني مش هتغلبي حاجة. للمناطق الحساسة انا يعتبر بقالي سنة ونص بستخدمه، بجد يا بنات انا بنصح بيه. في بنات هتقول لي انتي طالعة تعملي اعلان وكده ليه؟ هو ده مش اعلان، يعني عشان يستاهل تعرفوا عنه، لكن المنتج بجد يا بنات تحفة زي ما انتوا شايفين اهو، عمل لمعان لايدي. ويا رب يكون الريفيو عجبكم، واستخدموا كمان الصابونة الجلوسين باللافندر تحفة جدا عن تجربة. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات. والنهاردة يعني قلت لكم حاجة بسيطة، الريفيو بتاعنا كان بيتكلم عن الحاجات دي. في بنات قالوا لي انت بتستخدمي المرطب بتاعك ايه؟ ده المرطب بتاعي. وكمان قلت لكم على نيفيا سوفت كان جميل جدا للبشرة برضو، عشان الشتاء، في الشتاء طبعا الجلد بيجف فلازم نحط له مرطبات. المرطب بتاعنا هيكون دوت نيفيا سوفت ان شاء الله، اعمل لكم عليه ريفيو المرة الجاية. ويا رب انتظروا ان شاء الله مني فيديوهات جديدة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما انهي الفيديو ان شاء الله عايزة سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واي حد جديد معنا في القناة وفضلا وليس امرا اعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وكومنت صغير لو الفيديو عجبكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى صحاب. ان شاء الله اشوفكم على خير مع فيديو جديد مع قناة ضعفر غالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.